اه ده ابويا وامي، ده المفروض بقى سنة 58 يعني. 58. ما هو نفس تقريبا سنة. ف يعني هو انا ما عشتش معاه كتير، واول ما جينا نتصاحب بقى مات يعني. ما لحقناش، هو توفى مبكرا. عنده حاجه و50 سنه تقريبا يعني. امي يعني فضلت معايا اكتر، وكنا متفاعلين اكتر طبعا. ابويا كان متصوف، او كان بيعيش التجربه كامله. هو اتجوز 6 مرات وخلف كتير، وكان حاجه. لا، كان ليك كم اخ فن؟ اخ واخت 11. 11. الشقه كام؟ واحد واحد بس. يعني انت واخ شقيق، والتسعه من زيجات اخرى للوالي. اي. وبعدين في لحظه ما دراميه كده من حياته، صعبه حتى نحكيها، انما تصوف. ليه صعب؟ صعب عليك ولا صعب ان تقبلها؟ لانه هيبدو اني بحكي حكايه فانتازيا او مش واقعيه، وهتخض الناس برضه. جدي الحاج احمد كان راجل صارم جدا، فظيع. و ده اتعاملت معاه اكتر ما اتعاملت مع ابويا. وكان في بينا يعني نزاع ما فهمتوش الا لما كبرت. ان هو بيحبني جدا ومتغاظ مني جدا. متغاظ ان جدي ابو امي هو اللي رباني. هو اللي رباه. وكان وفلحت. لا، وكان يقول انه جدي ابو امي ده مجرم. انما هو بقى ابن الاكابر يعني. فانا ايه، ابص له كده اقول له والله المجرم ده عمل اللي انت ما عملتوش. فايه، كنت تخين قوي، هو عنده 200 كيلو كده، يجي عامل كده بالعصايه قوم اجري. كانت جدتي مي بقى ام ابويا، هي الحضن اللي ده، عشان كده انا بحبها جدا.